بيني وبين مكة 1300 كيلو. 85 1300 كيلو. 1300 كيلو. ايه ومسافر معي واحد قال لي تفطر لك اجرين وتصوم لك اجر. ايه وبس حبيت وانا صمت تميت صايم. ايه وهو بغى يفطر وشافني صايم وصام معي. ايه بغيت اعرف هل يعني هو جبرني افطر لك انا ما افطر. انتم متى مشيتوا يا ابو سعيد؟ مشينا طال عمرك الساعة 7 الصباح. 7 الصباح وظليت صايم إلى المغرب. ظليت إلى المغرب. الله يقبل من نومك. ما عليك بأس. بالنسبة للمسافر يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، وليس أحدهما بأفضل من الآخر عموما، بمعنى أن يقول أنس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر، ولم يكن أحد يعني يرى فضله على أحد. لكن إذا كان الصوم يشق عليه ويتعبه فالأفضل أن يفطر. أما إذا كان ما في مشقة عليه مثل اللي مسافر بالطائرة وكذا، فالأفضل أن يصوم حتى يكون يعني أبرأ لذمته وألا يبقى عليه دين بعد رمضان.